عارفه انه بات بره معذور مش تقل الدنيا. انا عايزاكي في حاجه اهم، انتي بنت اخويا، واذا ما شلتكيش في بيتي اشيلك في عينيا الاثنين، والاهم من كده انتي مرات ابني، وابني ده كبير العيله واخر جدر فيها، والجدر ده لازم يبقى له فروع ولا اسم افندينا يموت. عارفه مش بايدك، عارفه، لكن احب افكرك انه عاش معاكي قبل ما يروح السجن ظلم 10 شهور وما حصلش. كان ساعتها عندنا وقت، لكن دلوقتي مفيش وقت، ما نقدرش نستنى، اتكلي على الله يلا وفرحينا. عارفه كل شيء بيد الله، بس برضو جعلنا اسباب، والست اللي ما تعرفش تجرجر جوزها لغايه سريرها ما تبقاش ست. مش جارك ملناش فيه يا بنت، ركزي في الكلمتين بتوع البص عشان تستفيدي. اسمعي يا بت، انا عايزك تنتبه لقمة عيشك عشان ربنا يبارك لك في الالمونيا اللي انت بتقفشيها، وبدل ما انت سارحه معاه طول النهار كعب داير، هاتي هنا المحل على الاقل يبقى تحت عينينا ومطمنين عليكي معاه، وبالمره يفتح لك ازازتين ثلاثه بيره، وهو الجار اولى بالشفعه. رمانه الطله اللي مش في اوانها دي، عايزاك ضروري. بالسلامه انت يا روحي. اسمعي، اوعى يحصل صرمحه بره المحل تاني، الصرمحه تتم هنا جوه المحل تحت عينيا. شلبي امرني، ذاكر لها باب الركلام صفحه 4. اعتبره حصل يا برنس، ده جيل مهبب لا بيذاكر ولا بينيل. يلا يا اختي انت وهي، يلا. شلبي امرني، الكيت يا روحي. لا مؤاخذه يا نجم، باب الركلام. ها اموريني يا نجمه. بقول لك ايه يا مالت، اوعى تجيب سيره الخميس بأياتها حاجه. خميس سيرة حاجة، لو حطيناهم جنب بعض يطلعوا ايه يا نجمة؟ جرى ايه يا مالت، انت هتعملهم عليا؟ ما انت فاهمني كويس. اسمعيني كويس، انا ابن السوق والكلام لازم يبقى اخد وعطى. عايز ايه تاني؟ مش كفاية اللي انا عايزه مش هو اللي بيدور في دماغك. امال عايز ايه يا اخويا؟ تخف رجله من هنا، ويا ريت تقطعيها خالص. شفتي اخر مرة جالنا فيها المحل ايه اللي حصل؟ كان هيطربقه، كنت هقلبه فرن بلدي، قدموا علينا نحس. خميس انت عارفه كويس، دماغه جزمة قديمة، ورمانة ما بتكدبش. عشان عارفه كويس يبقى لازم تيجي منك انت، بدل ما حاجة تانية تيجي مني انا، وهو عارف ان رمانة ما بتكدبش. ده انت مش ابن سوق، ده انت ابن دج. والدج يعني كلب، رمز الوفاء والاخلاص، يعني الملطي بيضون. خد مني انا بقى واستلم. خميس هنا كل يوم، وعايزني انا اقول له؟ اقول له. عايز انت تقول له؟ قول له يا اخويا، واللي حضر العفريت يبقى قابلني لو قدر يصرفه. سلام يا دوج. شكلها اخباريه في شنك يا سعد الباشا. لسه في اول الليل يا عارف، هتزهق ولا ايه؟ لا مش مساله زهق، بس يعني هات العربيه دي. ديت؟ لا لا لا، اللي بعدها. عدي يا بيه، عدي يا بيه. دي سعادتك؟ لا، اللي وراها الميني باص. ده اتوبيس مدارس. انا عايز اتوبيس المدارس. تعالى يا بس رخصك. اركنلي على جنب. يلا يا بيه اركن على جنب. فتش يا عالم. وده ايه ده يا نحنوح؟ ده بشير المدرسة؟ حدش عنده ضحكة يا سلف، أداري دموعي جواها.
حدش عنده فرحة سلف. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عارفني، أنا توت مني، أنا مش أنا. أنا مش عايز دوشة، أبات برة أبات جوة، دي حاجة تبع المزاج والكيف، ماشي؟ مش عايز عكنانة وبراحتي. محدش عنده ضحكة السلف أداري. أمي مالها صوت في البيت. شفت ايه؟ مين اللي ساجد يعمل؟ يمكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال اهزوا الزومات يخليكم في ظهري. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول ينط من على السور يا فندم. انتوا فين تتفرجوا؟ ورا ورا. ايه يا ابني في ايه؟ طورت مني على البحر. تتبعها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينة في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن. حد يا ابني سيب السكينة اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقة؟ ولا اتنين؟ ولا زيادة؟ ايوه هي زيادة. يلا يلا اثبت، خليك مخانق. قوم قوم اخويا، قوم تعالى خفيف. ولا اي حاجه.
وطي ياض حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز. شويش يا مطي. ده مهما كانت عدى أسير حرب. يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون أفندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان راجل ديمقراطي. إيه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا أفندينا. شفت؟ لازم آخد رأي رجالتي. مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انصاص الليالي على بيت أفندينا. المرة اللي فاتت يا زوز قلنا بنوضناه وروحناه. إنما المرة دي ده كلب متأجر. أنا؟ إيه الغباوة دي يا زوز؟ مطي. ايه رايكم يا رجاله؟ القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر ان افصل راسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الليل. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ انت برضه مش عاوز تقولي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضية دي كلها اللي فيها إعدام. إيه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من إيه؟ أبصلي. خايف من إيه؟ في إيه تخاف منه أكتر من الإعدام؟ أترد! رد عليا يا رجالي! تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحتة مشاعل صحفي في جريدة الشعلة ومحتاج أعرف من حضرتك أسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المنشط؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. انت دخلت هنا ازاي؟ ما اعرفش. والنبي ما انا سايقه والله بحبه. والنبي ما انا سايقه والله بحبه. طب هو ده باين انه صحيح. الله ده باين انه بجد. ايه ده باين انه صحيح. الله يلا وين السابة دينا. يا رمانة انت مستخبية مني ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا انا موجودة اهو. انت عارفة مبدئي اللعب على المكشوف. انت مش لابسة كتير قوي يعني عشان تاخدي الوقت ده كله. اطلعي بقى عشان ما زهقش. حاضر يا باشا امرك. تعالي هنا مفيش حد غريب. الله مالك متخشبة كده؟ معلش يا باشا أنا أصلي تعبانة شوية. هو قديم بس مقبول. الكلام ده ما ينفعنيش وانت عارف كده كويس. مين قال ما ينفعش؟ انا قلت ما ينفعش؟
هو قال ما ينفعش، انت قلتي ما ينفعش. اللي اعرفه كويس انه لازم ينفع يا نجمه. انت ايه يا اخي؟ ما بتعتقش؟ ما كفاكش اللي لهفت من ورا نحش لحمي كل السنين دي؟ اعتقني بقى وسيبني اروح لحالي. اسمعيني كويس، انت طلبت مني ما افتحش بقي بكلمه وانا طوعتك. انت كمان لازم تستهدي بالله وتنفذي كل اللي بطلبه منك. وبعدين عايز اسالك سؤال، هتروحي فين؟ وير يو جو؟ اجو مطرح ما جو يا اخويا، مالكش فيه. وبعدين لعلمك بقى، خميس لو شم خبر هيقفش جامد، وانت عارف كويس ممكن يعمل فيا وفيك ايه. احنا ليه نوصل الحكايه لكل ده؟ ما احنا ناس كبيره ودماغنا موزونه ونعرف نلعب صح، نعرف نلعب على كله ونعيش كله ونكسب من كله. وزي ما قالوا في الامثال، كله على كله، لما نشوف افندينا اوعى نقول له. طبعا الملط بيضون جاب ورا ولف الحوار وحاول بيه لسكه تانيه، وكله لاجل عيون المكسب. والمكسب وحش؟ كلنا هنا عايشين عشان خاطر المكسب. انتي لما بتهز وسطك مش عشان تترمي تحت رجليك الخمسات؟ ولما بتترمي تحت رجلين افندينا عشان يحمي ظهرك، مش ده برضه عشان المكسب؟ ولما بتنزلي تقعدي مع الباشا تحت عشان يحمي حب الرمان ما يتبعترش على ترابيزات الزباين، كل ده عشان ايه؟ عشان الفايف باوند. صحيح، الاصل غالب. وقليل الاصل بس هو اللي ينسى كان ايه. لو من ناحية دي انت اصيل قوي. يبقى نعمل ايه؟ نهدى، نستهدى بالله، ونعقل، وننتبه للقمة عيشنا، وما نفتحش على نفسنا ابواب الفاير، جهنم يعني يا حياتي. زي ما قالوا في الامثال، اللي على راسه بطحة يلبس لها باروكة. ميرسي يا روحي. ادينا نمنا وصحينا. افهم بقى، سمعوني. اللي عملناه ده كان في مصلحة الكل. أنهي كل؟ أنهي كل يا حاج؟ دي ناس اتجرأت وصلت لحد البيت، أسيب الكلب بتاعهم يروح إزاي؟ اهدى بس يا خميس، إحنا لسه بنقول يا هادي، وأنت لسه طالع والعين عليك، والحكومة لو شمت خبر. إيش دخل الحكومة في اللي أنا بقوله؟ ولا إحنا خلاص خدنا على الضرب؟ الرصاصة اللي اتربصت لك ردينا عليها يا خميس، واللي حصل إمبارح ده مش هيعدي بالسهل. برضك ليه رد؟ ورديت على الرصاص ازاي يا خال؟ بوظ للنوح عملية تقيلة، دافع فيها قرشين حلوين. قال؟ اه. بوظتها له ازاي؟ إخبارية للحكومة. ده كلام ده يا خال؟ ده كلام؟ من امتى ردنا بيبقى غدر ولا خيانة؟ ومن امتى بندخل البوليس في اللي ما بين ده؟ لا إله إلا الله، عملتك دي لو اتكشفت مش هيتأمننا قومة تاني في السوق، ولا حد هيهاوب ناحية شغلنا. اهدى بس يا خميس، دي قرصة ود. ده رد رخيص، رد رخيص يا حاجة. ما ينفعش يطلع من ناحية أفندينا ولا يطلع من إيدينا بوسهنا. ايه؟ ايه ده؟ راح فين؟ سيبها تروح يا خميس، عندها ميعاد مع الدكتور. ماشي روحي، بس ما تروحيش لوحدك، خلي الزوز يوصلك. يلا زوز. قوم يا افندينا. يا ملط، يا ملط، عزة فين؟ في ايه يا خميس؟ ومين غيرهم له مصلحه يا ولد؟ بس اللي حصل حصل في نفس الوقت يا كبير، يعني ما يلحقوش يوضبوها. اه بس ده بقى رد الرصاصة يا حمار، مش حكاية العيل يتمسك، لا لا لا، ودي بقى دماغ ابو سنة مش دماغ خميس. اشمعنى يا معلم؟ عشان خميس ما يلعبش لعبة وسخة زي دي. دماغك يا معلم؟ مالك عمال تطبل له كده ليه؟ انت ناسي عمل ايه مع عيالك؟ لا مش ناسي يا خفيف، بس بقى وصول الكار انك تعرف ميزات عدوك قبل ما تعرف عيوبه. ده انا عاوز تبقى كبير يعني. انا لا عايز ابقى كبير ولا عايز ابقى صغير، من النهارده كل واحد فينا يعرف شمس بلاده وتطلع منين. خساره. اه على كده على طول، كل ما يتزنق يخلع. معلش اصبر عليها مطره، بكره يعني. الحكايه بوخت قوي يا معلم. أنا لا بقيت حمل لخبطة براءة ولا حمل ألغازك.
انا بقى عايز اعرف راسي من رجليا في الليله دي. صبر يا مطر. ايوه يعني ناوي تعمل ايه؟ شفاعة، روح السلي كده ورا الوادي اللي اتمسك واعرف اذا كان قال حاجه وقع بحاجه، وما ترجعليش الا وانت معاك المفيد، مش هتبقى فلوس وسمعه. حصل يا كبير. انت ما بتفكرش غير في الفلوس وناسي غريب خالص. بقولتلك الصبر يا مطره. الله، هو السمع بقى بعافيه ولا حاجه؟ مش يا معلم، هصبر هصبر. علم اخبيه، ما تهدي نفسك شويه يا معلم، صحتك. هذا ازاي وانا عايش في وسط دول؟ دول ولا دول مش مهم، المهم صحتك انت يا سيد الناس. انا جبت لك القهوه. والنتيجه سكر يا عم. سوريا. بيت يا سوريا، عايزاك. سيبي سوريا تظبط لي الحجر، النار اتطفت من قركو. انفخ لك فيها يا معلم؟ لا لا لا، هوى عليها تقوم تشعلي. حاضر. اهو هوى 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 كده؟ لا هوى هوى اهو هوى 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 لغاية ما تشعلي. اهو الحجر ولع يا معلم. مش لوحدي وربنا، ما هو لوحدي، ده كل الحجارة ولعت. بقول لك ايه يا بنت؟ نعم. ما تيجي تمسحكيه ظهري شوية عشان يفك، عشان انسى الهم اللي فوق نفوخي ده. من عينيا الاثنين، بس مش قدام الرجالة. انا هسبقك هدف حتى القعدة. عين عليكي، بنت متعاونة بس محتاجة مجهود. لازم اطلع فوق، لازم. ما تيجي يا بنت ومشي الرجالة. هاي يا علي، طمني. اتكلم ولا نطق بكلمه، نفس اللي قالهولك يا اخي. زي ما يكون مربطين لسانتهم من على بعد وبيحركوها بالموت كنترول، يمين يمين شمال شمال، مربينهم على السمع والطاعه خلاص يا باشا. زي الغنم عصايه واحده تمشيهم صف واحد. الواد علي بحاول افهمه واقول له ان الحكايه دي ممكن توصلك للاعدام، ولا كانه سامعني. نزلوا في ضرب طول الليل، انه ينطق بكلمه ابدا. جتتهم نحست من كتر الهباب اللي بيبلبعوه ده، ما عادوش حاسين بحاجه ولا حاسين بالدنيا، فصلوا عن الدنيا خالص. جبنا اهله وعيلته ومراته وعياله، نفس القطعيه، نفس التناحه والسنتحه، اكنهم ضاربين من نفس الشريط. علي، انا عاوز اعرف كل حاجه عن الواد ده. يا باشا بقول لك جبنا اهله وعيلته ومراته. يا علي، انا ما اقصدش ده، هما اهله يفرقوا عنه في حاجه. انا عاوز اعرف اصحابه اللي بيشتغل معاهم ويشتغلوا معاه، اللي بيكلمهم ويكلموه. هم دول يا علي اللي في الاخر ممكن يوصلونا لاول خيط نجيب بيه اخر السجاده. اوامرك مدام كرامه. الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه، احنا كنا تقدمنا كتير كتير قوي، انما بس اللي حصل دلوقتي انا شايف ان الحاله اتاخرت جدا ومش لاقي تفسير لدوت. انت مش ماشيه على علاج ولا ايه؟ طب ما في ايه بس؟ الحقيقة أنا توقعت لما جوزك يرجع إن حالتك هتتحسن. في حد مضايقك؟ طب في حاجة مضايقاكي؟ إيه هي؟ لازم تكوني صريحة معايا عشان أقدر أساعد في علاجك. اطمئني، هتخلفي بإذن الله، بس كل حاجة هتيجي في وقتها. ثقي انك ممكن تتكلمي تاني. انت صحيح كتير متاخر، لكن انا ما زلت عندي امل، انما اي حاجه تانيه بقى ممكن تستنى. لازم تعرفي ان الادويه اللي انا بديها لك ديت ما ينفعش تاخديها وانت حامل، هيبقى في تعارض بين حملك وبين العلاج اللي بديهولك. ده غير الاهم ان انت مش مهيئه نفسيا في الوقت دوت لحمل طفل والأمومة.
أنا مش عايزك تكوني متضايقة من صراحتي، بس لازم أكون صريح معاكي عشان تقدري تساعدي نفسك وتساعديني في علاجك. مدام كرامة، ممكن أطلب منك طلب؟ يا ترى جوزك ممكن يشرفني هنا في العيادة؟ طيب خلاص براحتك. حاضر فهمت، وبوعدك حتى لو قابلته بالصدفة مش هجيب له سيرة الخلفة دي نهائي. حاضر اطمئني، أهم حاجة بس إنك تنتظمي في العلاج وأنا أكتب لك دواء إضافي، وياريت يا مدام كرامة أشوفك الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. مدام كرامة، هو جوزك بيشتغل إيه؟ شو؟ بلغني إن مراتك مش هنا، قلت أجي أعمل الواجب. لو أنت ما بتعرفيش تعملي الواجب الفوض النوم. الواجب واجب في أي حتة. متشكرين يا بنت الأصول يا زوق، أنا أصلاً خارج. طب ما يلزمش مني أي حاجة قبل ما تخرج. ما يلزمش. متأكد حاجة كده ولا كده؟ ولا كده. رايا شو، انت بتثبتيني ولا ايه؟ معاش اللي يثبت افندينا. بس انت لو طلبت لبن العصفور هيجيلك لحد عندك هو بذات نفسه والعصفور. طب ما سكه بقى عشان يطير. طب ما يطير، هو انا ماسكاه والدنيا براح عليه؟ يتوب علينا ربنا. بقاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. اوعد اهل دايرتي الكرام، اول ما رجلي تخطي عتبه المجلس لازم لا منطقه ولا فرد اتواج. بقاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. واوعد اوعد برضو اهل دايرتي الكرام، اول ما تمسمر في كرسي المجلس اوعدكم بالعيشه الكريمه بلا ذل بلا اهانه بلا ضرب على القفا. بقاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا فندينا، صباحنا زي الفل يا علوفه. اتفضل. هو في؟ لا دي الحمله الانتخابيه بتاعت بجاش المري. مش ده الواد بجاش بتاعنا؟ اهو بعينه من بلطجي انتخابات اللي مترشح. هي بقت بالدراع ولا ايه؟ على قولك، اهو قاعد جوه عمال يقول اهو. تحب تبص يا فندينا؟ ابص، انما قول لي مكتوب ايه الاول. بجاش المري في حلو ومري. ولا اتاوه ولا غرامه، بكره الشعب عنده كرامه. كرامه؟ اه مكتوب كرامه؟ اه مكتوب كرامه. اتفضل شيشه المعلم يا كوارع. يا سيد الشباب، بكرة الشعب عنده كرامة. ولا أداوة ولا غرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. جنة الشباب اللي حامينا المعلم خميس أفندينا. اسم الله عليه، اسم الله عليه. ده الأسلام أفندينا. اسفل عليه، اسفل عليه. وشع يا اهلا وسهلا بافندينا خطوه عزيزه. حمد لله على السلامه. اسم الله عليك، اسم الله عليك. ايه؟ تعالى كتكوت. تعالى البيت. تعالى كباشا. ريحوا الرجاله. هموت يا بيس، مرعوبه. ايه بس استهدي بالله يا ابله والمصحف الشريف ده، انا حاسه انك واخده عين ما صليتش على النبي. عين وايه؟ مركزه. عين ايه بس؟ خميس خرج والملطه عايزني اكمل مع الباشا، وانا محتاسه مش عارفه اعمل ايه في النصيبه دي.
وده يا اختي اللي فكر الباشا بينا تاني. ما هو كده يا اختي، يختص يختص ويقب تاني فجأة. اللعب على الكيف زي ما هو بيقول. طب ما تقولي الافندينا وهو يتصرف. لا انت اتجننتي؟ انت عايزاه يموتني؟ طب ما هو الباشا لو حس هيخلص عليكم انتوا الاثنين. ما هي دي النصيبه يا اختي، عشان كده انا مش عارفه اعمل ايه، ولا عارفه ارجع للباشا ولا عارفه اتحمى في خميس. طب استهدي بالله بس كده، انت وصلي على النبي، وانت ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الحل جاي لك من عند ابو خيمه زرقاء. انا عارفه ان ملهاش حل غير رقبتي. يا شفاعة طمني. البضاعة مين؟ وصلت بألف سلامة وفي طريقها على هنا. الحمد لله. عاوز البان تجهز لي الاسطبل وتخلي لي السك على الآخر. مش عاوز جنس عامل موجود غيرك أنت وخرفوش ورز، فاهم؟ أمرك يا كبير. وجيب لي براءة من تحت قطيل الأرض لغاية ما أصلي ركعتين شكر. براءة؟ ليه يا كبير؟ ولا ما تشغلش دماغك، لا تاخدها الناحية التانية. ها؟ حصل يا كبير. فاكر يالا؟ فاكر يالا؟ ولا شفاعة؟ ها؟ أنت بقى لقط الزبون، عرفت الحبتين وجاي تبيع بيهم. يا فندينا طباخ السلم بيدوقه، وأنا بقالي سنين ياما واقف قصاد باب المجلس، أدخل ده وأمنع ده، واقول لده يقول واقول لده يسكت. الدنيا اتلخبطت خلاص، محدش فاهم حاجه، والبشوات اللي كنا واقفين وراهم فجاه بخ فص ملح وداب. لقيت نفسي واقف قصاد الباب لوحدي، قلت اخش. خش يا اخويا، خش وماله، ما يضرش. الناس تعبانه يا فندينا، لازمها دكر يقف لها في وش الدنيا وبلاويها. على فكره أنا اخترت رمز الوطوات لأنه يناسب المرحلة. ما هو بجاش هو وطوات المرحلة. أمال عضلات منفوخة، جيت واخد راحتها، مش باين لها طول من عرض. على قفا إيه؟ بسم الله ما شاء الله، 7 متر رايح جاي، شعر مغرد، عينين دبلي ملانة من النهب والفردة والأتوات. يعني بدل ما الناس يغنوا لك خوف، لا يغنوا لك شرعي. ما انت الذكر المنتظر بقى يا سيدي. الذكر؟ الذكر اهو خرج من العشه ورجع لاهله وناسه، والكل بيتبارك بيه وانا اول المتباركين. انا في ديك الساعه فندينا لما تقف معايا في الانتخابات، ده انا كده تبقى اتفتحت لي طاقه القدر، والدنيا زهزهت والحظ انت معايا. يا اخويا ما كانش باين عليك لما شفتني، ده انت تهتهت وريقك نشف واتنيلت بنيله كانك شفت عزرائيل. ايه بياض؟ ده انت بلطجي قديم. بلطجه خلاص بقت قله قيمه. اي عيل ومعاه شله من اصحابه يقلع مالته ويمسك سنجه ويثبت اهل حتته. البلطجه عيلت، بصيت حواليا قلت اشوف لي سكه تانيه. وبدل ما تقفش من جيوب الحاره او تقفش من جيوب الكل، بقول لك ايه يا بجاش؟ نعم. في الهتاف هنا في الاخر كان فيه بيقولوا حاجه كده، الشعب عنده ايه؟ كرامه. غيرها ليه؟ ما يصحش. عندك حق، ما تناسبش المرحله. بسم الله عليك. والمصحف ما قلت حاجة ولا اتكلمت ولا جبت سيرة حد، والمصحف ما قلت حاجة. ما تخافش، ما انا عارفك طول عمرك راجل وجدع. خايف ليه؟ خد مخمخ ماشي طلعنا. ايه